بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة معانا جزئية جديدة من الباب 11، نشوف مع بعضنا كده موضوعنا النهاردة وإذا نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها. النهاردة نتكلم عن الجوبوتو ريتروفريتنتي، السترة العكسة للضوء، ده موضوعنا النهاردة، السترة العكسة للضوء، إزاي نحل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على القميص أو الجوبوتو أو الجوبوتو ريتروفريتنتي السترة العكسة، هنحلها بالكلمات الآتية. أول كلمة كلمة أبروفاتو. طبعا كل الأجزاء الخاصة باستعمالات السيارة لابد تكون من النوع اللي هو أبروفاتو، اللي هو معتمد أو أوموليجاتو، أبروفاتو أو أوموليجاتو. اتنين فاكولتاتيفو. فاكولتاتيفو اللي هي نصح فقط وليس إجبار، فاكولتاتيفو. بعد كده عندي كلمة فيتاتو وكلمة ستروفا، دول الأربع كلمات اللي من خلالهم نحل كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الجوبوتو ريتريفريتنتي. طب يلا مع بعض كده ندخل ونشوف الأسئلة وإزاي نقدر نطبق الكلام ده في حل الأسئلة. أول سؤال، طبعا بنشوف الأول السؤال بيتكلم على إيه؟ الجوبوتو أهو، يبقى هنا كلمة فاكولتاتيفو فيرو. اتنين برضو ندور نشوف بيتكلم على الجوبوتو، يبقى أبروفاتو فيرو. تلاتة بيتكلم هنا برضو على الجوبوتو، يبقى هنا كلمة ستروفا فيرو. أربعة برضو هنا السؤال بيتكلم على الجوبوتو ريتريفريتانت اللي هو عاكس الضوء، كلمة فيتاتو فيرو. خمسة نشوف السؤال بيتكلم على إيه، بيتكلم هنا برضو على الجوبوتو هو، أدور بقى على كلمة من الكلمات ديت، أبروفاتو فاكولتاتيفو فيتاتو ستروفا، مفيش تبقى فالسو. ستة نفس الكلام، السؤال بيتكلم على الجوبوتو اهو، طيب ندور على كلمة من الكلمات أبروفاتو فاكولتاتيفو فيتاتو ستروفا، مش موجودة تبقى فالسو. سبعة نفس الكلام، الجوبوتو اهو، يبقى أنا عايز كلمة أبروفاتو فاكولتاتيفو فيتاتو ستروفا، مفيش فالسو. تمانية الجوبوتو بيتكلم على القميص أو السترة العكسة، يبقى أنت عايز تدور على كلمة من الكلمات اللي إحنا قلنا عليهم أبروفاتو فاكولتاتيفو فيتاتو ستروفا، لو مش موجودين على طول تبقى فالسو. تسعة نفس الكلام، تكلم على الجاكة اللي هي عكسة للضوء أو الجوبوتو، مفيش كلمة من الكلمات احنا عايزينها تبقى فالسو. عشرة نفس الكلام، تكلم على الجوبوتو ريتريفريتنت القميص العاكس للضوء، مفيش كلمة من الكلمات اللي احنا عايزينها تبقى فالسو. 11 برضو الجوبوتو هي، تبقى انا عايز كلمة أبروفاتو فاكولتاتيفو فيتاتو ستروفا، مفيش فالسو. 12 الجوبوتو القميص العاكس للضوء، يبقى انت عايز كلمه من الكلمات ديت، لقيتها موجوده تبقى فيرو، ما لقيتهاش تبقى فالسو، هنا مش موجوده تبقى فالسو. 13 الجوبوتو اهوت برضو بيتكلم على القميص او الستره، يبقى انا عايز كلمه ابروفاتو مش موجوده، فاكولتاتيفو مش موجوده، فيتاتو مش موجوده، ستروفا مش موجوده، تبقى الاجابه على طول فالسو. كده احنا حلينا كام سؤال؟ احنا حلينا 13 سؤال تقريبا نص سكيده، اللي هم ايه؟ اللي هم كل الاسئله اللي ممكن يجوا لك او ممكن تشوفهم في اي مكان على الموضوع الخاص بالسترة العكسة للضوء او الجوبوتو ريتريفريتنتي. حليناهم بكم كلمه؟ حليناهم بابروفاتو معتمده، فاكولتاتيفو نصح، فيتاتو ممنوع، ستروفا بتتواجد. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى ألقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.